أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالخير احفظ
يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آتين صدق الله العظيم. وجعلنا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين كل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم. كنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة شرف بها تلاوة فضيلة الشيخ أحمد عزت فودة القارئ والمقيم بسمادون.